اهلا بكم منذ بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا زادت التوقعات السلبيه حول الاقتصاد العالمي الذي يتخوف من حاله ركود تقترب وبعد مرور اشهر على بدء هذه الازمه ظهرت العديد من الاشارات التي ترسلها الاسواق بان الاقتصاد العالمي بات على حافه الهاويه وعلى بعد خطوات قليله من ركود اقتصادي كبير ومع تجديد الفيدرالي الامريكي للسياسه النقديه زادت قوه الدولار والتي تعتبر مشكله لدول العالم الاخرى فهي تزيد من تكلفه استيراد المواد الاساسيه كالغذاء والوقود كما تؤثر على العملات الاخرى حيث تراجعت قيمه الجنيه الاسترليني واليورو واليوان الصيني والين الياباني مقابل الدولار ارتفاع اسعار السلع خلال العام الجاري في ظل عدم مواكبه الاجور ورغم جهود الحكومه الامريكيه الا ان الانفاق تبطأ بشكل كبير وهو المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد فرغم ان ارتفاع الفائده يقابله انخفاض في التكاليف الا ان المستثمرين في الولايات المتحده يواجهون صعوبات مزدوجه في زياده الاسعار مع الفوائد المرتفعه للاقتراض. الاعمال التجاريه في الولايات المتحده والتي كانت مزدهره خلال العام الحالي رغم زياده معدلات الفائده الا انها تعاني حاليا من خفض في ايراداتها وارباحها نتيجه للركود العالمي الذي يلوح في الافق كما قررت العديد من الشركات الغاء خططها الهادفه لزياده الانتاج او التوسع في دول اخرى بسبب ضعف الطلب وتعد مؤشرات الاسهم الامريكيه من اهم الاشارات التي تنذر بركود يقترب حيث يتجه مؤشر ستاندرد ان فورس 500 والذي تراجع بنحو 24% منذ بدايه العام لتسجيل أسوأ اداء منذ عام 2008 بعد ان شهدت اسواق الاسهم الامريكيه ارتفاعات كبيره في عام 2021 حيث قفز المؤشر بنسبه 27% خلال العام الماضي. الا ان اداء المؤشرات هذا العام كان مختلفا تماما في الوقت ذاته تعاني بريطانيا من مشكلات اقتصاديه وماليه وسياسيه كما يعاني البريطانيون من ازمه في ارتفاع تكاليف المعيشه وذلك بسبب زياده التضخم بمعدلات هي الاعلى ضمن مجموعه الدول السبعه ما يزيد من مخاوف الافراد حول ارتفاع تكاليف الاقتراض مع استمرار المركزي البريطاني في رفع معدلات الفائده. مشاهدينا كان هذا عرضا حول اهم مؤشرات اقتراب ركود عالمي قد يصيب اقتصاد الدول بشكل مخيف مع استمرار التداعيات السلبيه لازمه اوكرانيا شكرا لكم